السلام عليكم الغزالات، صافا لاباس عليكم؟ جيسبيغ لقيتكم هاد لا فيديو في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله، وتكونوا سالمين وتكونوا بخير وعلى خير نتوما وليداتكم. العديد فيكم اللي ما كياكلش هاد الوصفه واللي ما كيستحملهاش او لا ما كطريقش ليه، وانما ان شاء الله هاد الوصفه اللي غنبارطاجي معكم غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف، انا متاكده ومتيقنه. علاش؟ لانني حتى انا كان عندي نفس المشكل ولقيت هاد الطريقه هذه خطيره خطيره خطيره. هي طريقه الام تاعي، اكتشفت انها كتصاوبها يعني كل مره كتخترع طرق، وهاد الطريقه على شكل الطرق اللي كناكلو في مدينه مراكش واللي كتسمى باولو. باولو اللي كيعرفوا الناس، بزاف الناس اللي كتضرب الطريق وكتمشي تسافر باش والزحامات والليل وهذا باش تذوق هاد باولو. انا اليوم جبت لكم باولو المراكشي حتى لعندكم. المهم نخليكم مع طريقه الوصفه، بقاو معايا وما تنسونيش باللايكات والاشتراكات ودعم القناه وبارطاجيو هاد لا فيديو باش تعمل فائده، باش كلكم تجربوا ان شاء الله. والله الا ما عمرني حلفت لكم شي فيديو، لاني هاد الفيديو بالضبط. علاش؟ حيت انا ما كناكلش اللحم الراس نهائيا، والله ما كناكلوش، وانما ملي كليتو زعما كينو وعجبني. ماشي هادي اول مره ناكلو، فايت كليتو في ايامات العيد وعاود وليت عاوتاني دازت واحد المده كليتو، وكلينا عاوتاني داك العام يعني حتى تيقنت من الامر. يعني حنا عامين دابا كنجربوا هاد الطريقه، وصدقات من داك الشيء الرفيع هي طريقه ديال الام تاعي، وبغيتكم تشكروها بزاف بزاف بزاف. من خلال هاد المنبر كنشكرها بزاف، دائما كتحاول تبارطاجي معكم وهذا الشيء اللي كتعرف كتفهيت يتوصلوا لكم من خلالي انا، وباش تعمل فائده ان شاء الله بحول الله. المهم خليكم بعد تفاصيل الفيديو، ما نطولش عليكم. بالنسبه للمقادير لهذه الوصفه اللي غادي نحتاجو، هي وصفه سهله وسريعه التقديم وكتجي معلكه ورائع، وغادي ان شاء الله تعجبكم بزاف وغتشكروني عليها بزاف بزاف. هذه الوصفه هذه من الاختراعات تاع الوالده ديالي، وهي يعني اي حاجه كنشوفها من عندها كنحاول حتى نتوما نبارطاجيها معكم باش تستافدوا اكثر واكثر. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا اللحم ديال الراس اللي كيكون اكيد مشوط ومنقي ومغسول مزيان، وراكم عارفين كيحتاج الغسيل مزيان مزيان مزيان. كتخليوه حتى كيتقطر مزيان بحال هكايا. على اي كتاخذوا الكميه اللي غادي تحتاجوا هنايا، غناخذوا تقريبا هنا واحد جوج بصلات كبار مشلضين او لا مقطعين عشوائيين كيف ما بغيتوا، سواء جوج بصلات كبار او ثلاثه البصلات متوسطين الحجم كتقطعهم كيف ما بغيتوا. انا شلطتهم هنايا رقيق كيف ما شفتوا معايا. غادي نحتاجوا الملح. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجوا هنا واحد معلقه صغيره ديال القزبر يابس ومعلقه صغيره ديال الكمون كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، وغادي نحتاجوا الدروس ديال الثوم. حنا اختاريت هنا خمسة ديال الحبات، واحد كاسونس ديال الماء فقط. هادو هما المكونات غادي نحتاجو في هاد الوصفه هذه. المهم غنشوفوا الطريقه، بقاو معايا وغادي نشوفوا مع بعض الطريقه. غادي ناخذ هنا الطنجره ديال الضغط، ضروري من طنجره الضغط. غادي نوضعوا هنا البصله، هنا زيت الزيتون نسيت ما قلتوش لكم بانه حتى هو ضمن المقادير ديال الوصفه. غادي نحتاجوا بعض قطرات زيت الزيتون فقط. غنوضع هنايا الكمون والقزبر، درستهم غادي نلحهم هكايا ما غاديش نشنفهم حتى حاجه. غادي نوضع هنايا الماء، قلنا كاس ونصف ديال الماء. هنا ندير زيت الزيتون، تقريبا واحد معلقه كبيره ولا جوج معالق، ما نكتروش. ما تنساوش بان الراس حتى هو فيه ليدان ديالو. الملحه ما نكترش لاننا غادي نرشو من يطيب، نقدر نضيف الملحه من بعد. المهم هذا هو الخليط نتاعنا بحال هكا، نحاول نخلط هذا الشيء بحال هكايا غير باش يدمجوا ليا هذوك العطريه، باش تدمج لينا العطريه. ودابا غنوضع هنايا الراس على هذا الشكل هذا،
صافي كيفما كتشوفوا معايا هنا، ها هو الخليط نتاعنا، اولا مكونات كامله راه جمعناهم، ما غادي نضيف عليهم حتى حاجه حتى حاجه حتى حاجه، فقط غادي نشد الكوكوت وغادي نسد عليها مزيان. فوالا هنا غنسد الكوكوت على هذا الشكل هذا. غادي نشعل عليها النار هادئه هادئه، تكون هادئه حبدا انه يعني تردوا هاد العمليه ديروها في الصباح في التجويع هذيك تقريبا 10 بحال هكاك، باش الانسان يكون الغدا ديالو واجد اللي بغاه في الغدا يكون واجد ليه مع ديك 12. المهم كيكون النار مهيله، انا نشعل عليها النار دابايا، ومنين نحس بالكوكوت انها سخنات وبدا يعني بدات البخار كيطلع منها ندير الصفاره باش طيب لينا على خاطرها. فوالا الراس كيف ما كتشوفوا معايا على نار مهيله. على نار مهيله غنوضع الكوكوت على هذا الشكل هذا. مهم نخليها، مهم هنا غادي نخليها حتى حتى يطلع لي هذا البخار كيف قلت لكم، ندير لها الصفاره ونشوفوها ملي غادي توجد وطيب لنا ان شاء الله بحول الله، نشوفوا الشكل ديالها كيفاش غادي يكون، متاكده انها غادي تعجبكم ان شاء الله بحول الله. المهم بقاو معايا في اخر هذا الفيديو وما تمشيو فين، كنوصيكم وناكد عليكم ما تمشيو فين باش تكتشفوا معايا، باش تكتشفوا معايا ان شاء الله هاد الطريقه راه كتجي لذيذه 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 لذيذه. المهم ما نطولش عليكم. للاشاره هنا نسيت القزبر معدنوس مقردين، ما قدمتهمش مع المقادير. المهم هنا راني زدت تقريبا واحد معلقه كبيره ملوءه مزيان ديال القزبر معدنوس مقردين، حتى هما كينسموا لينا هاد هاد الوصفه هذه وضروري منهم تضيفوها دائما وابدا. الوصفه كطيب على نار مهيله وكتاخذ حقها في الطياب كيف ما كتشوفوا معايا، راه هنا ما ضفت عليها مازال حتى شي ما حتى شي حاجه، فقط داك الماء اللي ضفنا في الاول مع داك البصيله تعسلات وطلقات الماء ديالها. شفتوا معايا الطنجره ما ملصوقه ما حتى حاجه ما محروقه، وكتجي واحد البليله كتجي يعني خطيره في المذاق. هنا غادي نحطها في الطبسيل يعني في اناء التقديم. مهم كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي معلكه، البلول ديالها كيجي معلك وكيجي طايب، واللحيمات اولا هاد الهبيرات كيكونوا فتيين وكتزولهم يعني بسهوله من العظم ديالها. مهم الناس اللي كياكلوا اللحم الراس راه عارفين علاش كنهضر. صافي كنحط اللحم بحال هكايا ولا كنحط الراس على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنولي نسقيه بداك البلول وكنحط هذيك البصيله المعسله في الجناب. ايوا هادشي اللي كيعطي الله، هكا كتجينا الوصفه ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. انا الكويب كي مخفي جرحي فدت مبرالي، من بعد لاكويت وبريت جراحي طالو، يحيى وحتى يقولوني ونعود نسهر ليالي، جرح الحب والهوى والهجرة ما زالوا، جرح الهيج والغرم وغيوان شطنة بالي، هادو من غير الشك زادوا للقلب والو، بيهم مشطون كيف رد وقدار نعمل غني لعالي، سابق لي نصرف والوعد بميجالو، عذروني اهلي ولاش تلوموني هكذا بحالي، سيروا خلي وكون حالي سير على حالو، وعذروني اهلي ولاش. هكذا كتجينا وصفة ديال اليوم كتجي على هذا الشكل هذا، الطبق ديال اليوم كيجي رائع معلك ولذيذ، غادي تغيروا الفكره ديالتكم عليه ان شاء الله بحول الله الا جربتوه بالطريقه. زينتها من الفوق بالرشه من الكمون
كتجي لذيذه وكتتواتى معها بزاف. والملحه انا كنقول دائما الملحه حسب ذوق كل انسان، الملحه كتبقى اختياريه، يزيدها من بعد او لا يدير الكميه من الاول ثم وجه ديالكم. المهم ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم واللايكات ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فائده مع الاصدقاء والاحباب، والتحقوا بي في مواقع التواصل الاجتماعي. نتلاقاو فيديو اخر بحول الله. الى عجبكم اقتراح تاع اليوم وبغيتو اقتراحات اخرى في هذه المواضيع، هذا يعني بسيطه السهله دائما كنقولها مع امجد، خليوا لي التعليقات ديالكم اسفل هذا الفيديو. تحياتي، مع السلامه.